الرحيم. أولا أنا من كنت من المعارضين، أنا كنت من المعارضين الذين حضروا ليقولوا للسيد رئيس مجلس الأمة عليك بالاستقالة، عليك بأن ترحل، لأن هذا هو مطلب الشعب الجزائري الذين يخرجون للشارع، ما عليك إلا أن تستقيل. وبالتالي غادرت القاعة حتى لا تطبق علي المادة الدستورية وتكيف على أنها فيزا كما نقوله تأشيرة للموافقة على رئيس مجلس الأمة حسب المعطى الدستوري باللي أنه هو رئيس مجلس الدولة. وبالتالي طلبت الكلمة ولم أحظى بها، وقال لي لا توجد كلمة نظامية، وكنت أريد أن أطالبها كما درت بيان في احتكام البيان اللي صدر مني في الصفحة الرسمية تاعي التي أطالب بها رئيس مجلس الأمة بالاستقالة حتى لا تدخل البلاد في فوضى. ولكن نحن نمازج أو نزاوج بين الحل الدستوري والحل السياسي، وفي حالة رحيلة أو كنا نطالب بشخصية توافقية داخل مجلس الأمة حتى لا ينتقل الحكم إلى المجلس الدستوري الذي بدوره الشعب يطالب برحيل رئيسه، وهكذا نبقى داخل المسعى الدستوري ومعنا المؤسسة العسكرية التي ترافق ولا تأمر وتحظى الشخصية بتوافقية يكون عندها ماضي تاريخي ليست ملطخة في تسيير البلد، لا يعاب عليها لا من المعارضة ولا من الولاء، وتحوز على رضا الشارع، وهذه هي الشخصية التي نبحث عليها الآن. الآن تعقدت الأمور بإعلان رئيس مجلس الأمة على أنه هو رئيس الدولة بالحكم المنصب وما يخول له الدستور. ستدخل الأمور في شحناء يعرف الشارع شحناء، وهذا ما كنا نخشاه. ونسأل الله العلي القدير أن يأتي برد وسلام على الدولة الجزائرية. نعم. طيب يعني على الأمة الإسلامية، بما أن الأمر كذلك سيد سليمان، يعني لماذا لم يتم حسم هذا الأمر في الاجتماعات التشاورية لأعضاء البرلمان قبل عقد هذه الجلسة بأن يتم ترشيح عدد من الأسماء الأخرى؟ لأننا ببساطة نحن هم مش رأينا ولم يكن يصغى لنا حتى يوم نطقنا، وبالتالي هذه هي الظروف التي سنوات ونحن نحذر منها ونحدد بعض التصرفات وبعض التسيير لبعض المسؤولين، واليوم آلت إليه الأمور كنا ننذر به، ولكن لم يصغى لنا حين نطقنا أيام زمان. طيب يعني ما هو السيناريو القادم في المرحلة المقبلة على إثر هذه التطورات؟ السيناريو القادم هو شحناء وهو ضغط، وأنا أظن أنه في الأخير سينصاع رئيس المجلس الشعبي رئيس المجلس الأمة الذي هو اليوم بحكم الدستور كما قال هو بأنه رئيس الدولة. أظن سينصاع في الأخير، لأن هذا الواد الذي سيجرف كل شيء سيضطر رئيس بن صالح إلى ترك المنصب، وحينها ندخل في مشاورات أخرى. كان من المفروض أن يختصر علينا الطريق، ولكن الخوف من الخروج من المآل الدستوري أو الطريق الدستوري هو الذي خلى بعض الأطراف تقول أننا لازم أن نتمسك ببن صالح، ولكن نحن لا نعرف أين تسير. اليقين هو أنها ستكون هناك شحناء. طيب يعني هناك كلمة مرتقبة لرئيس الأركان قايد بن صالح، ما هو المتوقع منها؟ هل سيتم تثبيت الموقف؟ أظن أنه سيجد حل وسطي. أنه سيكون هناك حل وسطي للمؤسسة العسكرية، وهذا ما نتوقعه. هل تتوقع طبقا لما أشرت إليه من استجابة البرلمان لمطالب الشارع ومطالب عدد من النواب أن يتم إعلان إقالة بن صالح، أم ربما يستقيل بن صالح يعني بنفسه؟ يستقيل بنفسه بمحض إرادته. اليوم خير من غدا، هو سيأتي اليوم وين يستقيل أو يضطر إلى الاستقالة، وأنا أنا أقولها من باب أن حفاظا على تاريخي وحفاظا على المجتمع الجزائري والشارع على بن صالح أن يستقيل اليوم بالهداوة، غدوة سيكون بالواد الجارف. طيب سيد سليمان، يعني هناك مطالب من قبل الشارع بتصل إلى حل البرلمان، كيف تقيم هذه المطالب؟ لا نمانع بحل البرلمان ما دام الواد، قلت هذا سيل جارف سيأتي على الأخضر واليابس سيجرف كل الناس، ونحن كنا زمان نعمل من أوساط الشعب
ولا نخاف منه ولا نخاف المنصب ولا حاجة لنا في